اليوم الحمد لله انطلقت الدورة 46 معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بحلة جديدة. اللي يميز هذا المعرض عن العدد السابق اللي النمو بنسبة 9% من العارضين عن آخر دورة. وأنا أحب من خلال منبركم الحقيقة دعوة الزوار والتجار لزيارة هذا المعرض، اللي يعتبر معرض متميز وهو المعرض رقم واحد من ناحية الألماس والمجوهرات في المنطقة الحمد لله. فنحن الوحيدين اللي ننظمه كل 6 شهور لإبراز التشكيلات الجديدة فيه، وأيضا نحب ندعو التجار والزوار أنهم يأتون، خاصة المقبل على زواج أو حفل أو غيره من هذا النوع، أن يأتي لهذا المعرض يشوف التشكيل الموجودة وأيضا بمتناول يد. نحن نتوقع إن شاء الله يتجاوز عدد الحضور 60,000 زائر لهذا الحدث في خلال 5 أيام هذه، وهدفنا إن شاء الله في الدورة 50 نتجاوز نوصل لرقم 100,000 زائر.